كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا أمير. سنة والكنيسة بخير يا رب. هو رغم انه 3 ايام بس فعلا بنحس بيه، يعني مش بيعدي كده، لا احنا بنحس بيه وبنحضر قداساته وبنحسه بيبقى 3 ايام حلوين خالص. كمان قصة يونان بتبقى هي قصة ملهمة جدا، يعني ان احنا حاسين، يعني مرة شفت تأمل عن قصة يونان وعن صيام يونان، انه ربنا مش بيستنى ان احنا نروح له وبندور عليه، لا ده هو بيدور بطرق كتير وبيحاول وبيعافر وبيشوفنا فين وبيجيبنا بالطريقة اللي احنا هنيجي بيها. أيوة. يعني عارف الكتالوج بتاع كل حد فينا، وبيجيبنا فعلا بالطريقة اللي احنا هنيجي بيها، رغم ان يونان شاف مثلا انه شعب نينوى شعب قاسي وممكن يعملوا في حاجة وكان خايف، لكنه ربنا عشان عارف الكتالوج بتاعنا كان عارف ان هم هيتوبوا وفضل ورا يونان لغاية ما بعته. فالقصة دي ملهمة جدا، وقد ايه بتبين ان ربنا ما بيسيبش حد غير لما بيجيبه. طبعا فيها حاجات كتيرة جدا، وفكرة كمان الخادم وتحمل المسؤولية دي حاجة عظيمة جدا، وفكرة ان الخادم ما يحطش ذاته في الموضوع، لان يونان حس ان في نجاة الشعب نينوى حتة الذات عنده هتتكسر شوية، لان هو قال لك انتوا، لان هو قال لهم المدينة هتخرب وهيحصل وهيجرى. فلما الله تراجع عن غضبه، يونان حس ان هو موقفه بقى وحش. يعني دي نقطة، وفي نقطة تانية ان هو خاف وحس الموضوع كبير عليه. احنا بشر وساعات مش بنكون يعني شايفين الموضوع كبير علينا، مش عارفين قدراتنا، كمان ربنا بيشتغل في ضعفنا، يعني فعلا ممكن نكون مش عندنا قدرات بس هو ربنا بيشتغل في الضعف. فانا عذراء في الحته دي بصراحه، ان هو حاسس ان الموضوع كبير عليه. انا لو مكانه، تفتكر لو مكانه كنا عملنا ايه؟ لا، هي فكره الهروب من المسؤوليه، مش بس للخادم ان هو يهرب من الخدمه، الزوج اللي بيهرب من تربيه عياله، والزوجة الأم اللي بتهرب من مسؤولياتها، اللي في الشغل بيهرب من مسؤولياته. يعني فكرة الهروب من المسؤولية دي، ده موضوع كبير جدا ونتكلم فيه كتير. لكن يمكن النهاردة عايزين ناخد الموضوع من حتة تانية، احنا مش عايزين نقلبها، يعني ندعي ان احنا يعني روحانيا بنفهم في حاجات كتير، لكن كان في قصة اليقطينة. عارفين انتوا اليقطينة اللي ربنا عملها وطلعت كده وظهرت وبقت شجرة حلوة، اللي هي تقريبا شجرة الخروع اللي احنا نعرفها دي، وطلعت وضللت على يونان النبي، وقد ايه كان فرحان ومبسوط بيها. ولما اليقطينة دي ربنا بعت دودة كلتها، يونان اغتم واتمنى الموت وزعل، وكانت يعني قصة كبيرة جدا. ايه هي اليقطينة اللي في حياتك وفي حياتي لو مش موجودة بتخلينا حياتنا تبقى غم وهم؟ يعني أكيد كل واحد فينا في حياته في يقطينة لما بتبقاش موجودة في حياته. في واحد لو الفلوس مش موجودة في حياته يغتم جدا 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 جدا، يعني في واحد لو يعني ما كانش في عيال في حياته أو أولاد يغتم جدا جدا جدا، في واحد لو قعد من الشغل يغتم جدا جدا. ففكر اليقطينة دي حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتمر بينا. ممكن يكون الواحد عنده بقى أكتر من يقطينة، مش يقطينة واحدة. يعني شغل، أولاد، وبيت، فلوس زي ما انت قلت. في حاجات كتير، بس هل بقى نوع اليقطينة ده اللي بيفرق؟ هل في يقطينة مثلا مصرح بيها ويقطينة لا؟ هل مثلا اللي تقصد ان احنا نتكل عليها ولا ما نستغناش عنها، او يعني غيابها بيوجعنا، انت تقصد ايه بيها؟ في حاجات بتبقى في حياتنا غيابها بيأثر يعني علينا بيضايقنا جدا وبيوجعنا جدا. يعني في الغالب هي الأسرة والولاد، صح كده؟ طبعا. بس يعني في المقدمة خلينا نتفق برضو ان وجود ربنا بيبارك اي حاجة، حتى الواحد مش عنده ولا يقطينة، لكن الحاجات الأساسية الأسرة والولاد والإنسان يلاقي نفسه يبقى راضي عن مش يبقى راضي. بس في مثلا يعني واحد مثلا اختار ان هو يسافر عشان أكل عيشه يعني، لكن هو بعد ما سافر يعني هو لقى نفسه من غير أسرته، ان هو يعني حياته دمار. يعني يقولوا له لا، ما انت هنا هتاخد فلوس اكتر، يقول لهم بس انا فعليا انا مش عارف اعيش من غير. فكل واحد في حياتنا يقطينا بيبقى مش عارف يعيش من غيرها، بيبقى حاسس ان هو يعني مغتم جدا. ايه اليقطينة؟ لا عندي كذا يقطينة، بس ايه جمع يقطينة بقى؟ يعني صعبه دي. احنا لما بننزل بنجمعها بجمع المؤنث الثالث. نعمل ايه يعني؟ يقطينات بقى. يقطينات. لا لا لا، خلينا نسأل بس السادة المشاهدين عن اليقطينة اللي عندهم، بلاش نسألهم على اليقطينات. خلينا نشوف طيب الكومنتات.